جمهور نادي الزمالك على احد مقاهي السيده زينب مع زميلنا مراد ابو جلال. اتفضل يا مراد. برحب بك كابتن طارق يحيى ايدر كره القدم المصريه، برحب بعملاقه الاستوديو التحليلي كابتن احمد عبد الحليم وكابتن حماد عبد اللطيف والكابتن جمال حمزه، برحب بجميع مشاهدي قناه نادي الزمالك في كل مكان. بالتاكيد ان شاء الله باذن الله نادي الزمالك يقدر يفوز على بترو اتلتيكو كل يوم في اولى مباريات طبعا بطوله افريقيا دور المجموعات، طبعا المجموعه الرابعه اللي بتضم نادي الزمالك ونادي بترو اتلتيكو والوداد البيضاوي المغربي ونادي السجراده اسبرانزا بطل انجولا. يمكن دلوقتي من هنا من احدى التجمعات في الحي العريق حي السيده زينب، طبعا معانا اراء الجمهور جمهور نادي الزمالك طبعا على مباراه اليوم. برحب بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا بقى توقعات حضرتك النهارده شايف المباراه تمشي ازاي؟ انا بسلم على الناس المحترمه الزملكاويه الكابتن طارق وكابتن عبد الحليم، وبتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان الزمالك يجيب سله اهداف كده ان شاء الله، وان هو بقى الافراح بتاعه الزمالك تكمل ان شاء الله بفوز عريض على بترو اتلتيكو ان شاء الله النهارده. البدايه ان شاء الله نقدر ثلاث نقط مهمين جدا في البدايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الزمالك، والزمالك ان شاء الله استنى الزمالك الايام اللي جايه دي كده ان شاء الله الزمالك هيسر قلبك بمشيئه الرحمن، استقرار واللعيبه هتبقى مبسوطه واحنا مبسوطين باللي حصل امبارح، وكله ان شاء الله هيبقى حاجه جميله جميله اللي جاي ان شاء الله الزمالك ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. توقعات حضرتك النهارده مباراه الزمالك؟ ان شاء الله الزمالك هيفوز 2-0 امام عاشور وسيف الجزيره، وهتبقى مباراه جميله ان شاء الله، وثلاث نقاط مهمين في اول المشوار الافريقي ان شاء الله في دور المجموعات. شايف الدفع النهارده بماجد هاني لاعب شايف وسط ملعب نادي الزمالك النهارده ازاي؟ اكيد هو لاعب كبير، انه يلعب في مدرب كبير عندنا ثقه فيه زي كارتورون يكون واثق فيه، اكيد هو لاعب كبير، وادينا شفناه في كاس الرابطه في المباراه اللي شارك فيها كان اداؤه عالي جدا، والنهارده يعني جنب امام وجنب زيزو اكيد ده هتكسبه خبره، وهو لاعب قد المسؤوليه ان شاء الله. شباب الزمالك الفتره الجايه محتاجينه؟ شباب لعيبه الزمالك اكيد محتاجين لعيبه الزمالك، واحنا شفنا بعض منهم كان كويس، وبرده اعاره حمدي علاء ده كان شيء كويس تكسبه خبره يرجع الموسم الجاي، اكيد هنشوفه احسن وافضل يعني باذن الله. شكرا لك. مستمرين معاك طبعا يا كابتن طارق، يمكن برحب بحضرتك عشان قناه الزمالك، ويمكن النهارده مباراه مهمه جدا امام بترو اتلتيكو، البدايه دايما بتبقى مهمه، ثلاث نقط ان شاء الله يبقوا مضمونين نادي الزمالك النهارده، شايف المباراه ازاي؟ اهلا وسهلا بحضراتكم في اوضه الزملكاويه في سيده زينب، وبنرحب بالكباتن اللي موجودين في الاستوديو وبالاخص كابتن جمال حمزه حبيبي احرف فروت جابته الكره المصريه كان بيهز اي حد بوسطه. ان شاء الله بامر ربنا باذن الله النهارده هنكسب باذن الله 2. انا فرحان ان زعلان ان طارق حامد مش هيلعب، طبعا ليه اثر كبير في الهوف ديفندر بتاعنا، لكن اي حد موجود يسد الشبل اللي طالع ماجد هاني ده كويس جدا، ما دام متايد افريقيا وما دام اللي هو رجله جوه الملعب يبقى فيه ثقه. اتمنى ان شاء الله يكون في بديل واثنين وثلاثه، اتمنى يكون اوباما يكون على قد المسؤوليه يساعد الناس اللي موجوده، اشرف يكون فايق، طبعا زيزو لا غبار عليه ربنا يحميه يا رب من الاصابات، كل اللعيبه للرجاله. احنا النهارده بدايه عهد جديد مع الزمالك، فرحوا جمهوركم اللي موجود في العالم العربي كله. توقعات ان شاء الله باذن الله 3-0، بس انا برحب بيكم طبعا، برحب على نجوم الاستوديو كابتن طارق وكابتن احمد وكابتن حمزه، وان شاء الله باذن الله 3-0 هنعمل ماتش حلو ان شاء الله باذن الله. يا رب نورتوا وشرفتونا كابتن طارق. يمكن ده كانت توقعات جمهور نادي الزمالك، ان شاء الله كل التوفيق لفريق نادي الزمالك اليوم في حظ ثلاث نقاط مهمه باذن الله.